بسم الله والسلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات لبنى. سمحوا لي اني طولت عليكم باش نجاوبكم على الأسئلة اللي جاتني على الموديل الأول من المطبخ. إجابة على السؤال تاع الأخت اللي سقستني على صابون يستعملوا في آلة غسل الملابس، فيما يخص الصابون اللي يستعملوا في الغسل الملابس، انا عندي عده علامات سيتادير بليزور مارك اللي نخدم بهم، من ضمنهم ايزيس. كيما اليوم او عندي ايزيس منتوج بلادي ونستعمل معطر مينيدو. دوكا انا عمرت الاله تاعي تاع غسل الملابس، عمرتها بالملابس، ودوكا راح ندير بوشون ونص من هذه وندير بوشون من هذا المعطر تاع المينيدو. ونزيد ندير ان بوشون نديرو هنايا تاع مينيدو، ونزيد له شويه الماء من الفوق. فوالا نزيد له شويه الماء باسكو واحد المره درتو هكذا كونسونطري خرج لي ليطاج في الملابس. دوكا هكذايا نغلقها، نفتح الماء. اي تريسيتي راهي مبرونشيه. دوكا نشعل هنا، نبروغراميها، ندير البرنامج تاعها في غابيد 30، ها هي غابيد 30، ها هي مينيتري، يعني الوقت تاعها تستغرق 30 دقيقة في الغسل. هنا عندي 20 درجة تاع درجة حرارة المياه. دوكا انا نزيد لها شوية، نديرها 40. لي صوغاج هذا تاع العصير نديرها 1000. هنايا بعد ما ريكليت كلش او شعل هدايا، هنا درت بروغرام غابيد تاع 30 مينوت. هنا درت هنا وحده سي اوتوماتيك دار لي 39 دقيقه. هنايا درجه حراره الماء درت 40 درجه، وهنا لي صوغاج درتو 1000. دوكا نشعل الماشينه باش تغسل لي الحوايج على 39 دقيقه يكونوا واجدين ان شاء الله. دوكا يبدا تخدم الماشينه. اي تعمر في الماء. طلبتوا لي قياسات تاع هاد اتات المطبخ. نجي لهنايا، هاد الجهه فيها العمق اللي هي لا بروفوندور تاع لو بلاكار دير 65 سنتيمتر، العرض تاع لو بلاكار يدير 63 سنتيمتر. نعاود، العمق 65 سنتيمتر، العرض 63 سنتيمتر. ولا كوشافين هنا باش ندير لو فور تاعي. نروحوا الى طاوله العمل. هنا طاوله العمل دير تبدا منا بيان سور الى نهايه حتى قريب الماشينه. هنا النهايه تاعها هادي دير 3.22 سنتيمتر، حاب يقول 322 سنتيمتر. اذا طاوله العمل دير 3.22 سنتيمتر، عرض طاوله العمل دير 0.71 سنتيمتر، الطول 3.22، العرض 0.71 سنتيمتر. العرض هذا ليبيسور، هاد السمك تاع لو غرانيت تاعنا يدير 2 سنتيمتر. نروحوا لهاد الطرف هذايا يدير 3 سنتيمتر. دوك نحبوا نحسبوا الطول تاع الكوزينه، يبدا من لو بلاكار الى نهايه طاوله العمل، نديروا اذا
63 سنتيمتر زائد 3.22 سنتيمتر تصيبوا طول المطبخ. طول البلاكار العلوي يدير 80 سنتيمتر، العمق تاع البلاكار يدير 40 سنتيمتر. نعود لكم، الطول يدير 80 سنتيمتر، العمق يدير 40 سنتيمتر. البلاكار الجهة السفلية يدير 80 سنتيمتر كما الفوقانيين. العلو ما بين البلاكار الجهة العلوية وطاولة العمل 50 سنتيمتر، ولا حسبنا الجرانيت حبي يقول 50 سنتيمتر، ولا ما كاش الجرانيت نحسبوها 52 سنتيمتر. هاد المغسل تاع المطبخ اللي هو ليفييت كويزين من نوعية السيراميك، انا شريتها 1,400,000. دوكا ساومت هذيك نهار في الشراقة زادوا لها راهي 1,550,000. هاد النوعية تاع السيراميك منيحة ما تخليش لي تراس. الروبيني اللي راهو معاها شريته 450. جاني واحد السؤال قال لي وعلاش ما درتوش طاولة العمل فوق آلة غسل الملابس. نقول لهم باللي احنا عمدنا هاد الشيء باسكو عندنا هاد الفوبيلي هو العمود هذا الوسطاني، هذا قسمنا المطبخ الى قسمين، هذا القسم خاص بالمطبخ وهذا القسم خاص بالآلة غسل الملابس. ولا راكو تشوفوا كيما هنايا لا فايونس اللي هو الخزف تاع تاع الجدار راهو اللون تاعو راهو داكن على اللون هذا، حب يقول هنايا الجهه اليمنى وهذه الجهه اليسرى. دوك حنا طاوله العمل تاعنا تحبس حتى هنا. كاين اللي قالوا لي وعلاش ما تجيبيش طاوله العمل فوق آلة غسل الملابس وتجيبيها هكذايا تحت النافذه. نقول لهم انايا هاد طاوله العمل راهي تكفيني، احنا ما عندناش غاشي في الدار. واللي عندهم غاشي في الدار هذوك يسوا بليجي يطولوا طاوله العمل. المهم كاين اللي سقساوني الثلاجه وين تجي، انا عندي امتي فريغو ثلاجه صغيره راح نديرها هنايا، تكفيني ثلاجه صغيره. كاين اللي راسلوني وقالوا لي باللي المطبخ تاعك فيه ان ديفو، قالوا لي لان مستوى المغسل المطبخ جا عالي على سطح العمل. نقول لهم لا لا هذه ماشي غلطه، هادو ما باسكو هادو ما سي دي زيفي مودرن اي سون كونسو بور اتر بوزي سور لو بلان دو ترافاي، بمعنى انه هذا المغسل المطبخ من النوع العصري، هما مخدومين باش يتحطوا على طاوله العمل. هادو ما كيما راكو تشوفوا الطرف هذا جاي رقيق هدايا، والرخامه الرخامه هي اللي راهي تشد في هذا. دونك من المحال تكون المغسل بنفس المستوى الرخامه باسكو المغسل راهو الركيزه تاعو هو هذا الطرف تاع الرخامه اللي هي جايه من الجهه التحتانيه. حبي يقول نقدر انا نمثل لكم مثلا هذا، هذا البواطه سامبل مثلا هي المغسل. انا شريت مغسل حبيت نخدمه، كيفاش ندير؟ ولا كنت من النوع اللي خاف ياخذ القياسات بالك نغلط، ولا من الافضل المغسل تاعكم كي تشروه تدوه ديريكتومون عند حرفي الرخام. هو نمثل لكم بهذه البواطه باش تفهموني خير. مثلا هذا هو المغسل اللي شريته، انا نروح نديه عند لو مغري اللي هو حرفي في صنع الرخام. الرخامه هذه تكون عنده بيان سور، انت حنا نديسيديو العرض والطول اكسيتيرا. المهم انا عطيت له قياسات تاع لو مابل اللي نسحقو، نديلو المغسل باش يزيد يقيس عليه. هو هذا هو المغسل، هو واش راح يدير؟ راح يقلبو. وعلاش يقلبو؟ باسكو انا مثلت هذا الحافه هي هاد الحافه داكوغ. دوك هو واش يدير باش يقيس؟ اوبليجي يقلبو، كي يقلبو راح ياخد القياس تاع المغسل صح، او خدا القياس تاع المغسل. مثلا وكان نمثل راه قطع جوست قياس المغسل هنا، انا قلبت القياس تاعي راكو تسمعوا الموسيقى هذيك كي خلصت الاله دير لي موسيقى ودير لي اند اللي هي نهايه. فوالا نعاود نولي المغسل تاعي. قلت لكم لو كان مثلا هاو راهو قسم هنايا ياخذ القياس تاع المغسل تاعي،
لو كان ياخذ سواسوا القياس كي نقلب المغسل واش يصرى يطيح باسكو راهو القيس راهو هنا. هو لو مغبري واش يدير؟ هو كي ياخذ القيس هذا يزيد يجبد للداخل، حبي يقول ياخذ السمك هذا. وعلاش ياخذ هذا السمك؟ باش كي ندخل المغسل راح يكاليه اللي هو واش صرا هنا. هنا تحت هذايا كاين قطعه مازالها الرخام الدخلانيه، هذايا راه مركز على القطعه الدخلانيه، على بها وبليجي المستوى تاع هذا يجي عالي على هذا. انا نقول لكم ونعاود لكم بلي هذا سي با زان ديفو، هذوما مغاسل عصريه تجي هكذا. دوك نمثل لكم مام هنايا، هنايا لو كان راكم تشوفوا هاد لابلاك اللي هو الفرن العلوي هذايا، نفس الشيء تديه للمغبغيي اللي هو حرفي في الرخام راح يقطع لك هاد لابلاك، يجبد شويه للداخل ما يقطعش كومبليتوم هنا سينو لابلاك هادي طيح. دونك يجبد شويه للداخل باش هذيك القطعه اللي تبقى هنايا الزايده هي اللي راهي تكالي هذا. هذا المستوى تاعو يجي عالي شويه هاهو، ومستوى تاع هذا ثاني يجي عالي باسكو قلت لكم خلى شويه قطعه لداخل تاع الرخام اللي هي تركز عليها. لو كان يقطع هنايا ايماجينو يقطع بنفس القياس تاع المغسل واش يصرى؟ هذايا يطيح لداخل ما كاش شكون يكاليه. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. كان يراسلوا لي قالوا لي الكوزينه فيها ديفو، قالوا لي محطوطه على الارض. نقول لهم لا لا ماهيش محطوطه على الارض، كاين ان سوكل اللي راكم تشوفوه ان سيبور تحتاني اللي هو الدرجه. الدرجه دوك نفهمكم، ها هي الدرجه تاعنا. دونك الاتات ماهوش محطوط على الارض، ها هي الارضيه تاع هذاك الدرجه تاعنا، ها هي الارضيه تاعها. دونك على الدرجه هذيا اللي حطينا الاتات. ان شاء الله نكون جاوبتكم على الاسئله اللي طلبتوها لي، ولا كش ما نسيت راسلوني ان شاء الله نزيد نجاوبكم على اسئله اخرى. نقولكم الى لقاء قادم ان شاء الله، مع السلامه، الى اللقاء.